مساء الخير على كل المتابعين، أتمنى لكم يوم سعيد. يعني نحاول كده ننزل نعمل جولة سريعة في الأقصر. أنا في المركب دلوقتي، بس أحاول يعني عشان ماشيين بكرة رايحين على إدفو، فإن شاء الله نحاول كده إيه نصور أهم ملامح الأقصر. يلا بينا، طالعين برا المركب دلوقتي، يعني هننتقل لمركب تاني عشان نوصل للمرسى. يلا. طبعا ده كورنيش النيل عند معبد الأقصر، يعني هو طبعا كورنيش مميز زي ما احنا شايفين. يعني انا هحاول اوسع كادر الكاميرا شويه عشان ابين لكم ان ازاي الناس وحتى السياح بالليل بيكون الجو كويس، فبيمشوا على الكورنيش بيتمتعوا بالهواء، وطبعا بيتمتعوا بالمنظر الجميل والشكل الجميل بتاع البر الغربي والغرب والشرق ومعبد الاقصر ورايا اهو المعبد الجميل ده. وانا سامع اصوات يعني صوفيه، اعتقد دي في مسجد سيدي ابو الحجاج. احاول برضه اروح هناك اصور هناك واشوف الدنيا فيها ايه. يلا. من الحاجات الجميله برضه اللي بتتعمل هنا وشانها شان الاماكن الجميله في كل حته، زي مثلا كوبري ستانلي في اسكندريه، ان العروسه خطوبه مثلا او جواز او كده بييجوا يعملوا فوتو سيشن او يعملوا تصوير يعني في مكان جميل زي الكورنيش زي ما احنا شايفين. طبعا شايفين بقى شكل المراكب والكروزات اللي هي بتكون يعني هي ليها طبعا اماكن وقوف كتيره في الاقصر. انا اعتقد ده من اميازهم اللي هو المكان اللي امام معبد الاقصر، لانه طبعا بيكون نقطه انطلاق قريبه جدا لمعبد الاقصر، معبد الكرنك، متحف الاقصر، متحف التحنيط، صوت والضوء، حتى يعني اللي انا عايز اقوله ان هو بيكون قريب من كل الاماكن اللي موجوده في الشرق، بيكون قريب من الداون تاون ومنطقه السوق ونص البلد. فانا اعتقد ده مكان نموذجي جدا للسائح. وطبعا ده الغرب الجميل، غرب النيل الجميل بالليل، يعني بيبقى حاجة جميلة ورائعة زي ما احنا شايفين. دلوقتي طبعا انا في ساحة ابي الحجاج اللي موجودة في الاقصر، وهو طبعا يعني مسجد موجود في الناحية الشمالية الشرقية من معبد الاقصر، بيعود لرجل صوفي يعني. وده يمكن من اهم المميزات اللي موجودة في معبد الاقصر، ان هو طبعا يعني مكان للعبادة للخدمة اليومية للمعبود أمون، وفي نفس الوقت بيحتوي على مسجد للمسلمين ومكان تحول لكنيسة للإخوة المسيحيين. هو للعلم دلوقتي فيه يعني إحياء لليلة ذكر مثلا أو حاجة، أو تواشيح دينية وصوفية جميلة موجودة دلوقتي في المسجد. فانا احاول برضو اقرب شويه واحاول اسال ايه ده برضو. خلينا نروح كده نشوف. يعني انا دلوقتي مع احد الاخوه الاقصريين المحترمين، وانا سالته لان انا مش عارف بامانه ايه اللي بيحصل، يعني ايه اللي موجود ليله ذكرى او كده، فهو شرح له. يعني لو يقدر يقول معانا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. يتم احتفال المولد سيد ابو الحجاج من يوم 7 شعبان تمام ليوم 14 شعبان تمام. طقوس وعادات من الزمن الزمن، يعني معانا موالد بكده من 1900. يعني هو الليله دي هو داخل فيها الاقصر، الليله دي هو اللي داخل فيها الأقصر. ومن هنا انا اتفهم هم ليه بيحتفلوا بيكون بقى عباره عن ذكر مثلا، ذكر زي ما انا سامع. بيكون من بعد صلاه العشاء في جزء من احد البيوت بيبدا مقرا قران كريم تمام، وجزء خاص بالمديح تمام، والطار وما علينا المعدات تمام، وجزء خاص بكتاب دلائل الخيرات. هو اللي الفه؟ لا، دلائل الخيرات ده كتاب مشهور تاني. معلش يعني سامحني مش عارف الرايه فيه تمام. على مدار السبع ايام بتوع المولد، يعني هو المولد بتاعه سبع ايام سنويا، الوقت اللي هو دخل فيه الاقصر تمام 7 ل 14، واخر يوم بيبقى يوم 14 شعبان، وده بيكون عباره عن احتفال موكب بالجمال تمام. كل اول اربع جمال يا راجل في جمال بتبقى هنا؟ المفروض يعني، بس هو السنه دي احتياطات امنيه فاضطروا يلغوا. تمام الحمد لله تمام. بس هو بيكون عباره عن اربع جمال اولانيين، كل جمل فيهم يرمز لاحد بيوت الشيخ ابو الحجاج تمام. الجمل الاول يخص الشيخ ابو الحجاج، واخر جمل ده بيخص عبيد الشيخ ابو الحجاج اللي هو السيد يوسف الحجاجي.
ليه مقام وليه مولد برضو وكرنك. تمام تمام كده تمام. بس بتطلع اهالي لوكسور كلها بالمراكب تحتفل بقى و... اه مراكب وجمال وجهات وحناطير وكل ما تخطر عليك موجود على اليوتيوب برضو. كل سنه ده بيبقى كل سنه. تمام تمام تمام. الله يخليك الله يخليك. تسلم. متشكرين طبعا لاخونا الجميل اخونا احمد اللي قال لنا المعلومات دي. وبرضو احاول برضو اخش جوه لو هشوف الدنيا فيها ايه. خليني كده اشوف. تمام. دلوقتي انا بصور المقام بتاع الشيخ ابو الحجاج. هنحاول كده نخش جوه برضو نصوره. يعني شوفوا الاحتفالات الجميله والاجواء الجميله حقيقه والناس مبسوطه جدا. ده مقام سيدي ابو الحجاج والناس هنا جايه يعني بتزور. تمام. يعني خلونا برضو نقلب الكاميرا كده. يعني دلوقتي انا بصور لكم الاجواء بتاعه المولد بتاع سيدي ابو الحجاج. وزي ما صورت خلاص ان ازاي يعني الناس بتيجي هنا وبتحتفل بمولد سيدي ابو الحجاج وان هو المولد او الفتره اللي هو جه فيها الاقصر زي ما زميلنا الكريم تفضل وقال لنا. يعني اجواء جميله جدا حياه روحانيه رغم ان انا طبعا يعني الاقصر قعدت فيها وعشت فيها وبجيها من سنين كتيره بس اول مره اشوف الاحتفال واجواء الاحتفال الجميل ده. خلونا كده ننتقل لمكان تاني يعني نحاول نبرز فيه للمتابعين وللاصدقاء جمال مدينه الاقصر. يلا. طبعا من اميز الاماكن السياحيه اللي بتجذب السائح في زيارته للاقصر هو السوق الموجود او منطقه السوق اللي موجوده بجانب معبد الاقصر. وفي العلم يعني هو بجانب اي معبد بيكون فيه كده منطقه للتسوق بس هنا يعني واخده بعد تاريخي وفي يعني يعني في احساس بالاصاله كده بنحسه لما نكون ماشيين في السوق هنا. تعال نقلب الكاميرا ونشوف زي ما انتم شايفين هنا السوق طبعا بيقدم منتجات مختلفه بتعكس يعني الثقافه والعادات والتقاليد المصريه الجميله. الهدايا اللي بيقبل عليها السائح ما بين فضيات زي ما احنا شايفين ليها اطاره وحاجات خاصه طبعا برمضان. كل سنه وانتم طيبين. ليه ملابس ليه روايح وحاجات يعني مذهبه جميله ممكن برضو تلاقوها هنا بكل سهوله. وبرضو الملابس الجميله اللي موجوده. تسلم. الله يخليك. شايفين الهدايا الجميله يا جماعه يعني حقيقه من اجمل الاسواق للواحد زارها. وهو انا اعتقد ده المرادف بتاع خان الخليلي السوق اللي احنا بنلاقيه لي ويلكم حبيبي زي ما احنا شايفين في منتجات كتيره في هدايا كتيره كلها بتعكس الثقافه والتاريخ والحضاره المصريه الجميله في السوق اللي موجود في الاقصر. شايفين الجمال والمنتجات والملابس اللي بتحمل رسومات جميله فرعونيه فيها رموز فرعونيه جميله. يعني حقيقه وكمان هنا يعني كفايه حتى انك انت بتعمل الجوله دي عشان كسائح يعني ان انت بتتعرف على ثقافه جديده بتتعرف على عادات جديده تقاليد جديده بتشوف وجوه جديده وجوه طيبه ناس طيبين جدا ومحترمين بجانب طبعا السوفينير الجميله اللي هي بتتعرض على السايح ويعني بيقدر يشتريها وبيحصل له نوع كبير من انواع الرضا. طبعا بتلاقي
صورة فضيلة الإمام أحمد الطيب على اعتبار أنهم من الأقصر، شيخ الأزهر، يعني حقيقة جاءوا للعلم برضو بيكون فيها قهاوي. هلا والله، ازيك؟ يا مرحبا. الله يخليك، تسلم حبيبي. الله يخليك. شايفين المنتجات النحاسيه الجميله برضو اللي موجوده هنا في الأقصر. حقيقه حاجه جميله رائعه جدا جدا جدا. طبعا البعد الاقتصادي بيكون محسوب في الاسواق اللي زي كده، يعني بيكون ليها جدوى طبعا، وباب رزق الناس. يعني انا اعتقد ان انا وصلت لاحد نهايه اشهر الشوارع اللي هي محسوبه على السوق الموجود جنب معبد الاقصر. خلينا بس نقلب الكاميرا كده نقول كلمتين. يعني دي جولة سريعة كده حبيت اعملها لكم في مدينة الأقصر. كان نفسي اصور النهاردة في معبد الأقصر ومعبد الكرنك، بس للأسف كانت الدنيا زحمة جدا وكنت جدول عندي مضغوط، فحتى ما قدرتش اخد صورة شخصية. ان شاء الله تتعوض في مرة تانية اجي الأقصر. بالنسبة للكرنك والأقصر، ولو قدرت هعمل يعني تصوير لبيت المعبدات الزيارات، يعني ادفو كومبو والكلام ده وفيلا والكلام ده. طبعا مساءكم بكل خير وشكرا لكم.